اقتصادية دون أن ينعكس هذا التقدم الاقتصادي على تحسين ظروف وضعية عيش الساكنة في المغرب. لذلك في هذه السنة قانون مالية الفئة جمعيات الشهيرة للأباء والأمهات كنتمنى إن شاء الله من أجل كل شيء يكون معنا استفادة إن شاء الله في هذه المداخلات وشكرا لكم. اليوم كانت بطبيعة الحال ندوة يوم صنع للجيش دخلت الجزء الأول ندوة علمية تحت تحسين ظروف حياة الأشخاص في أعرض برنامج الحماية الاجتماعية تحديات والفرص. نتمنى أن الندوة تكون راقت الإعجاب ديالكم وتلاقيت فيها بعض الأجوبة رغم أنه كان واحد الشق فيها اللي هو مهم واللي كنا كنطلعوا له هو الحديث عن الأوراق وبعض البرامج المحطوطة على مستوى التناسب الاجتماعي اللي كانت حائل دون تسجيل مجموعة من بسم الله الرحمن الرحيم. سعيدة زين الصباح، مكلفة بتدبير شؤون المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني باليوسفية. مندوبية التعاون الوطني باليوسفية اليوم شاركت في ندوة تحسيسية خاصة بورش الحماية الاجتماعية وخاصة بشقها المتعلق بتسجيل الأوصال وجميع الشركاء اللي معنا في سجل السكان وكذا السجل الاجتماعي خاص بالفئات اللي كيستافدوا من الخدمات الاجتماعية في المراكز التابعة للتعاون الوطني. وكذا كان لقاء تواصلي مع جمعيات الشركة بخصوص دعم تمرس الأطفال في وضعية إعاقة في كيفية تعبئة ملف طلبات الدعم ومعالجة جميع الإكراهات مع مختلف الشركاء وشكرا. السلام عليكم، معكم صلاح الدين الشياهو رئيس الجمعية الوطنية السفراء التربية الخاصة. اليوم كنتواجدوا بمقر يوسفية سكيلز اللي نظمنا فيها ندوة تحسيسية حول الحماية الاجتماعية اللي كتعلق كذلك بالمشاكل اللي كتعاني منها الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وكذلك مؤسسات الرعاية الاجتماعية. تم التطرق كذلك في هذه الندوة إلى مجموعة من المشاكل اللي كتعاني منها الأسر الأطفال في وضعية إعاقة وكيفية كذلك تسجيلهم داخل نظام الحماية الاجتماعية، وتم كذلك تعرفهم على هذا الورش الملكي الكبير. وتم كذلك خلال هذه الندوة اختتام الدورات التكوينية المتعلقة بالعاملين في المراكز الاجتماعية وتوزيع الشواهد على المشاركين. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.